أبدأ معاك أستاذ رجائي. استقبال حافل للرئيس زيلينسكي في العاصمة البلجيكية في مقر الاتحاد الأوروبي، هل تعتقد بأنه كلمات الدعم الرنانة والبليغة يمكن أن تتحول إلى واقع ملموس، يمكن أن يحصل زيلينسكي على ما يريد؟ في الواقع الكلمات والاستقبال الحافل الذي حظى به السيد زيلينسكي لا يعني أن الدول الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي ستوافق على منحه ما يطلب. من يتخذ القرار، والرئيس زيلينسكي يعلم ذلك جيدا، القرار يرجع إلى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبعد ذهابه ومشاركته في وتحدثه أمام البرلمان الأوروبي، شارك هو في ويشارك ما زال يشارك في مجلس الاتحاد الأوروبي، اجتماعه مع رؤساء الدول والحكومات، وهم الذين يتخذوا القرارات المتعلقة باستمرار الدعم وزيادة الدعم خاصة العسكري كما يطلب الرئيس زيلينسكي. الآن ماذا يطلب؟ يطالب بإرسال دبابات حديثة إلى أوكرانيا، المزيد من الدبابات التي تم إعطاء وعود من قبل بعض الدول له بإرسالها، وأيضا يطالب بإرسال طائرات خاصة طائرات حربية مقاتلة على سبيل المثال من نوع F-15 إلى آخره. والقرار يرجع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن هناك تخوف أنه في حال إرسال أسلحة بعيدة المدى، صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا كما ذكرت رئيسة البرلمان الأوروبي، فإن هذا سيؤثر، سيجعل من روسيا، من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، دول مشاركة بشكل علني في الحرب لمساعدة أوكرانيا من أجل إخراج الجيش الروسي، وهذا ما يريد أن يتجنبه وتتجنبه العديد من الدول الأوروبية.